مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. جاءنا بيان الآن هو مظاهرات عديدة إصابة متظاهرين بالرصاص الحي في ميدان الشهداء بطرابلس. كشفت فضائية سكاي نيوز عربية اليوم الخميس عن إصابة 6 متظاهرين بالرصاص الحي في ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس والشوارع التي تشهد الاحتجاجات هناك. وكان خرج الليبيون مؤخرا في شوارع طرابلس في تظاهرات واسعة ضد حكومة الوفاق الليبية التي يقودها فايز السراج جراء سياسات الحكومة الموالية لتركيا وقطر. طبعا ما ينفعش كل الكلام اللي بيحصل ده، ان حكومة بدل ما تمشي في مسيرة الاصلاح الاقتصادي تكون هي كمان دولة دسيسة ودولة جاسوسية زي تركيا وقطر اللي باعوا شرف دولتهم من اجل مصالح خاصة للدولة. وهم بالرغم ان يعني قطر دولة عربية والمفروض بتنتمي لكل اشقائها الدول العربية الاخرى، الا ان تركيا احنا عارفين مزاعمها وكل هدفها هدف خرافي، وهو انها تستولي على كل الدول، انها تمد الخلافة الاسلامية اللي في دماغها انها تحققها. وده طبعا شيء وهمي جدا جدا، لان كل دولة وليها اختصاصها وليها سلطتها وليها نفوذها وليها حكمها وليها رئيسها الخاص اللي يقود دولته وفقا لمطالب شعبه وحقوق ومصالح شعبه. طبعا احنا بنقف بجانب كل اخواتنا الليبيين وربنا يحافظ عليهم ويبعد عنهم كل شر، لان التظاهرات دي مهما كانت هي بتعطل الدولة وبتعطل الاقتصاد، واحنا عارفين زي ما حصل معانا في 25 يناير رجعنا لكتير قوي قوي لسنوات لورا، وناس انتهزت الفرصة دي واصبحت بتقود الوقائع وتقود الدسيسة واصبحت دول بتعمل مؤامرات ضد دولة مصر. لكم مني كل الحب والتقدير، وأرجو لو عجبكم الفيديو الاشتراك في القناة. شكرا لكم أعزائي.